لما صدقت لقيت لك دراعي تلوي وانا عندي اللي هقطع لك دراعك دلوقتي. مالكش دعوة بهرجة، أنا أعرف إزاي أخليها من العملية. حسب الله مش دراجي. هارلي في حركة غريبة في الدور الرابع وأنا طالع. زميلي خليهم ثلاثة حرامية. اخويا مات بسبب الحرام. يعني الحلال هو اللي هيرجعهولك. انا مش عيانة عشان اتعلم. يلا نعمل كده مع بعض. بس نعمل ايه؟ نركب يعني مع بعض. نركب مين اللي اخر لي يا الاعلى معايا الشفرة. انا ما عاشرش الناس الصفرة. الاعلى اجران في القارة. مصبوري ما فاضلش كل صفحة. يو 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 الحفلة بتولع باربيكيو. يو 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 نمبر وان مش نمبر تو. ما تشغلهاش علشان هتو. يو 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 اتصور جنبي الناس عندي عكي كانت ما متخرجة من ماس كوم اي سي. ما بشتغلش. انا هارلي مهندس ميكانيكا وشغال في الموتوسيكلات. خاف ليه يا ابني ورب العباد موجود. اي بنت تبعت لك ريكوست على اللايف ما تقبلوش. يو لايك ات؟ ايوه يا بنت. الحمد لله. ده رب العباد ده ليه ابن اسمه محمد هارلي؟ اسيل بتنسى بسرعه. هارلي ما بيتنسيش.